زمان كان أجدادنا وآبائنا بيدونا نصايح ونصايح كتيرة قوي. علم النفس حب إن هو يفهم ويعرف الناس دي كلامها فعلا صحيح ولا كلامها غلط، وإيه الصح منه. والناس دي رغم إن أغلبها كان أمي يعني ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، معقول هيكون كلامهم ده صح؟ فبدأ إن هو يجيب آلاف بل ملايين البشر ويطبق عليهم دراسات، فتوصل في النهاية بعد عشرات السنين من الأبحاث والتجارب إن كل نساء الدنيا مهما اختلفت طبائعها وثقافتها وأعمارها بتأثر عليها حاجات معينة مشتركة، وفي صفات مشتركة قوي بتجمع الإناث كلها. ووجد نفس الكلام أيضا على الرجال، إن كل رجال الدنيا مهما اختلفوا في صفات معينة بتجمعهم، وفي حاجات أساسية بتأثر عليهم كلهم بنفس الدرجة تقريبا. فبدأ ان هو يقول لك في الاخر حقائق علمية، بدأ ان هو يطلع لك حقائق علمية عشان تقدر ان انت تتحكم في النفس البشرية. انا مش شايف ان دي حقائق علمية، انا شايف ان هي وصايا. ارجع للاصل، الاصل ان هي مش حقيقة علمية، هي وصية، انا احب اسميها كده حتى لو اختلف معايا البعض. ولكن اللي يهمنا في الاول وفي الاخر ان هي نصائح كفيلة، كفيلة إن هي تحول أي علاقة متدمرة في الدنيا تخليها أميز وأجمل وأسعد علاقة في الدنيا. حلقة النهاردة مفيدة لكل الناس، مش بس النساء، مفيدة للي مرتبطة، للي في علاقة حب، للي حتى متجوزة، للي حتى لسه مفيش في حياتها حد ممكن ترتبط في المستقبل، للأمهات ممكن تفيد بنتها، للأبهات ممكن يفيد بنته، حتى لو أنت شاب زيي ممكن تفيد أختك. إذن هي مفيدة لكل الناس، وعشان كده أنا بطلب منكم طلب واحد بس في البداية، ندوس لايك رجاء واعملوا شير لأي حد. الحلقة دي أنا أجزم إن هي مفيدة لكل الناس، رجاء خلوها توصل لأكبر قدر من الناس. دوسوا لايك وتعالوا بينا نبتدي أهم وأجمل وأفضل وأحسن 7 وصايا ليكي أنت كامرأة لازم تكوني عارفاهم، ولازم تكوني حطاهم كده زي ما احنا بنقول حلقة في ودنك ما يضيعوش أبدا. أول وصية: الرجل يحب أوي أيا كان اللي تحب أهله وتقدرهم. مش هتعرفي إن أنت تحبيهم وتقدريهم ومش قادرة تعملي كده، بلاش تذميهم او بلاش ان انت تتكلمي عن اي حد من عيلته من اهله من قرايبه. مفيش رجل في الدنيا بيحب ان شريكة حياته او حبيبته او الانسانة اللي هي مرتبط بيها ان هي تجيب سيرة اهله بشيء او باخر، يعني شيء ذميم، او مثلا ان هي تتكلم عن اي حد فيهم بطريقة او شكل يعني مش ولا بد. حتى طب افرض حصل معاكي مشكلة وانت عايزة تحكي، احكي المشكلة. ايه المشكلة من غير ما انت تذمي؟ وانت لازم وانت بتحكي تغلطي وتقولي الطريقة كانت ومش عارف ايه كان وهو وهي؟ لا، احكي اللي حصل من غير ما انت تتجاوزي، وبعدي عن المقارنات. ما تقعديش تقارني مثلا اخوك باخوه، اختك باخته، والدتك بوالدته، والدك بوالده. ما تقارنيش حتى عيلتك ومستواها سواء الاجتماعي او المادي ان حصل بعيلته. هو فاهم وعارف لو انت عيلتك مستواها الاجتماعي او المادي افضل واحسن، هو مش عبيط، ما هو شايف ده حتى لو مش بيعبر لك او مش بيتكلم بشكل صريح او دايركت عن حاجة زي دي. ابعدي ابعدي تماما عن النقطة دي، وحاول ان انت تتلاشيها. اكتر حاجة ممكن تغير الرجل منك، وحتى لو كان على هواكي، اعرفي عاجلا ام اجلا الكلام اللي انت قلتيه ده هيوصل لعيلته، الكلام ده هيوصل لعيلته، وهتبقي انت خسرتيهم في النهاية. واول ما انت تخسريهم هيبدأوا ان هم على طول يغيروا من ناحيتك. خلي بالك من النقطة دي. تاني وصية: ما تسمحيش بإلغاء هويتك. يعني انت عايزة تكملي دراسة كملي، انت عايزة تعملي دراسات عليا اعملي، انت عايزة تشتغلي اشتغلي، انت ليكي هوايات معينة ما تسمحيش لحد ان هو يحرمك منها. والمفروض النقطة دي تكون من البداية، من اول تعارفنا ومن بداية ما احنا بنحط النقط على الحروف. طيب لو مثلا واحدة متزوجة او خلاص دخلنا في الجد وانا عشان بحبه تنازلت عن النقاط دي، حاولي لو في مجال ان انت تحاولي، حاولي باسلوبك، اقنعيه، دخلي ناس تأثر عليه، يعني حاولي على قد ما تقدري ما ترميش المنديل
بدري. طيب ليه أنا بقول لك على الوصية دي وليه لازم دي حاجة مهمة؟ أولا الإنسانة أو الأنثى المتعلمة أفضل بكتير من الأنثى اللي ما هياش متعلمة، والأنثى اللي بتشتغل وماسكة منصب وليها مكانة في المجتمع أفضل بكتير، ده حاجة بديهية، من الأنثى اللي قاعدة في البيت وما بتشتغلش. والأنثى اللي عندها هواية بتطلع فيها طاقتها والكبت والاكتئاب أفضل برضو من اللي ما عندهاش أو اللي محرومة من ممارسة هوايتها. يبقى دي حاجة مهمة، ما تسمحيش إن أنت يلغى شخصيتك أو هويتك ولا سيما من البداية. تالت وصية، اتحكمي في نفسك شوية في مسألة الاندفاعات أو الخناقات اللي ممكن تحصل بينكم، يعني مش على أي حاجة تحصل بينكم يلا روح لحالك أنا مش عايز أعرفك وأنا ندمانة إن أنا عرفتك، ونبدأ نعمل بلوكات ونبدأ إن إحنا ما نكلمش بعض. لا، يعني خلي الموضوع ده ما يبقاش معتادة أنت عليه، مش كل حاجة وعلى أتفه حاجة بنتكلم بنتناقش في حاجة، اتعصبنا على بعض، اختلفنا في وجهات النظر، حصل أي موقف صغير يبقى خلاص، يبقى كلمة إنهاء العلاقة دي سهلة على لساننا وسهلة عندنا، وما تسمحلوش هو كمان إن يتعامل معاكي بالطريقة دي على فكرة، يعني مش على أي حاجة وعلى موقف ما يستاهلش يقول لك خلاص كل واحد روح لحاله خلاص ما نكملش. طيب أنت بتحبيه وبتقولي أعمل إيه لو هو بيعمل كده وبيرجع لي؟ إذا هو بيعمل كده لما يجي يرجع لك طلعي عينه على ما ترجعي له، ما بقولكيش ما ترجعيش ليه، طلعي عينه عشان بعد كده يعرف إن لو قدر إن هو يقول الكلمة دي إن أنت ممكن تضيعي منه، أو على الأقل رجوعك مش هيكون بالسهل لي. وانا شايف ان الكلمة دي صعبة قوي على لسان اي حد بيحب، يعني مين اللي ممكن يكون بيحب حد وبيموت فيه وبيعشقه وكل شوية يقول له انا مش عايز اعرفك او مش هنكمل مع بعض، الا لو كان هو اللي معوده من البداية على كده. رابع وصية، ما تحاوليش ابدا ان انت تقللي من الحاجة اللي هو بيحبها او من الهواية المفضلة بتاعته، حتى لو انت من وجهة نظرك شايفها ان هي اي كلام. يعني هو بيحب حاجة، مهووس بحاجة، حاجة بتخليه سعيد، حاجة بتبسطه، ليه حلم معين، خليكي سبورت، خليكي مؤيدة ليه، حتى لو انت من جواكي مش مقتنع. الرجل بيعشق المرأة اللي تؤيده في أحلامه وطموحاته وهواياته وتحسسه إن أحسن حد ممكن يجيد في المجال ده، والله بتفرق معاه بشكل رهيب نفسيا ومعنويا، بتخليه طاير كده فوق السحاب. ابعدي عن النقطة دي حتى لو انت مش مقتنع، خلاص انت شايفاه مصمم على حاجة ومبسوط وسعيد وعايز يوصل لها، خلاص خلاص خليكي واقفة معاه وخليكي واقفة جنبه وخليكي واقفة في ظهره. خامس وصية ومهمة قوي، خليكي فرفوشة اكتر ما تخليكي كئيبة. مفيش رجل في الدنيا، في كل الدراسات والتجارب والطباع اكدت دي ولا خلاف على النقطة دي، بيحب الأنثى اللي تعيشه في دور اكتئاب أو نكد. هو أصلا كده كده الحياة لوحدها يعني مخليها مصاب باكتئاب وبنكد، فمش ناقص. انت بالنسبة له الحاجة الحلوة، الحاجة اللي هو وهو معاها زي ما احنا بنقول بينسى هموم الدنيا، فما بقاش هو هربان من هموم الدنيا عشان يجيلك ويبدأ إليكي بتزودي الموضوع. كل الرجالة وكل الشباب على اختلاف طبائعهم تحب البنوتة الفرفوشة، حتى لو انت طباعك مش كده، يعني حاولي لما هو مثلا ايه تبقي معاه ضحكة خفيفة، ابتسامة راقية، احفظي لك كام افيه كام نكتة اي حاجة وقوليهم لما يكون الموقف يستدعي كده، بيني ان انت عندك روح الدعابة دي وخفيفة الظل. انا هنا في النقطة دي مش بقولك او مش قصدنا ان انت على طول تبقي كده، ولكن كل ما تقدر ان انت تبقي كده ابقي كده، يعني ابعدي ان انت يسيطر عليك الطبع اللي هو الكئيب او طبع الحزن او طبع الجدية الصارمة. مفيش رجل بيحب كده على فكرة في الانثى مهما كانت، على قد ما تقدري لما تلاقي الموقف ان هو يسمح خلاص ابدأي ان انت تتعاملي بالطريقة دي. الوصية الخامسة، لو اي رجل في الدنيا واي شاب في الدنيا بيقول لك انا بحب شخصيتك وشكلك مش فارق معايا، اعرف ان شكلك ده من اساسيات ان الرجل يعجب بيك ويقرر ان هو يرتبط بيك، ده عامل اساسي، عامل اساسي عند الرجال مهما اختلفت طبائعهم، جمال المرأة وانوثتها.
وريحتها واهتمامها بمظهرها وبأدق التفاصيل. ما في نساء بتهمل التفاصيل الصغيرة دي زي الضوافر زي السنان زي ريحة البق، في ما بيخليش باله منهم في الحاجات دي، بتهتم بالمنظر الخارجي وبس. لا، الرجل بقى يحب ان انت تهتم بالتفاصيل الصغيرة دي، ويحب حبيبته ان هي تكون جميلة وان هي تكون انثى وان هي تكون فاهمة. اكيد انت حتى لو شايفة نفسك ما انتش جميلة، فيكي حاجة جميلة، اهتمي بالحاجة الجميلة دي، ركزي. ممكن عيونك، ممكن لون بشرتك، ممكن جسمك، ممكن اي حاجة فيك، هتلاقي في حاجة كده ربنا مديهالك مميزة، اهتم بيها ونميها واشتغلي عليها، هتجعلك اميز انثى في النقطة دي، او من اميز النساء في الحاجة دي. ده انا بتكلم على اللي هي الانثى اللي ممكن تشوف نفسها ما هياش جميلة اطلاقا، بس يبقى ريحتك حلوة دايما، يبقى لبسك نظيف دايما، كل ما يقعد معاكي كده يشم ريحة جميلة. الحاجات دي بتفرق يا جماعة، محدش ان هو يستهون بيها. اخر وصية بقى، وبكده طبعا تكون قدرت ان انت من غير ما تنزلي من كرامتك وكبريائك ومن نفسك، قدرت ان انت توصلي بالذكاء وبالفهم وبالتعامل للمبتغى اللي انت عايزاه. لاخر مرة يعني بفكر الحلقة دي من الحلقات المهمة، زي ما وضحت في البداية رجاء ندوسوا لايك عشان توصل لكل اصدقائنا، واعملوا شير لاي حد انتوا شايفين ان هو ممكن يكون محتاج، او شايفين ان هي ممكن تكون فيها افادة حتى ولو صغيرة من وجهة نظركم بالنسبة له. بحبكم جدا، توحشوني، تصبحوا على خير.